تخيلوا بالإمارات دخلت هيئة حكومية عسكرية، لكنها كانت زيارة غريبة. راح تشوفوني داخل هالهيئة ألعب بالديرفة بنص المكاتب. راح تشوفون مكاتب زجاجية الباب فيها ممنوع يتسكر. راح تشوفون الموظفين شلون يبدون عملهم بشكل رياضي غريب. راح تشوفون المكان وكأنه داشين مجمع تجاري مو دائرة حكومية. توجهت لي دعوة كريمة لزيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن طريق سعادة الفريق محمد أحمد المري، وطبعا قبلتها بدون تردد. وفعلا الساعة 7 الصبح سيارة يسوقها عسكري انقلتني لداخل هذه الهيئة. بالبداية توقعت أشوف دبابات، بروتوكول وايد حاد، وأمور رسمية عسكرية، لكن شفت مكان شرح. ابو احمد، انا لاحظت في مشاريع يعني غريبه منزليه، يعني هذا يا جماعه دراريح، تخيل في دائره حكوميه. شنو الموضوع ابو احمد؟ طال عمرك هذه مشاريع منزليه ومشاريع الشباب ندعمهم، نحن نعطيهم. يا سلام. هذا من اسبوع حسب الامكانيات، الاسبوعين. نعم. واذا كان يبغي اسبوعين ترى ياخذ اسبوعين، نحن نعمل له دعاية، نيب للمؤثرين. تاخذون منه فلوس؟ لا لا، مجانا. يا سلام يا سلام. دعم الاسر المنتجه. دائرتكم جميله الحمد لله. وتفرح ترى الامانه، كني داش مول، يعني داش مجمع. هني هند العود، هني بخور، هني كوفي، وهني مشاريع منزليه. سعاده الفريق يوجه كلمه موظفينه، يعني الهيئه وايد حلوه، هيئه الهويه والجنسيه. واحنا نتمشى نلقى رياضيين هني، نلقى منك بنات رياضيات يهيئونهم حق المسابقات، والاجواء هني وايد ايجابيه وحلوه. قاعد يقول لهم الدائره ما قصرت وياكم، فاحنا ما راح نقصر معاها ولو بقطره عرق. يقول مجرد المشاركه شيء يسوى، لكن الحصول على جائزه هذا هو اللي يبونه. فالدائره تونس وانجازاتها وايد قويه، وكل زاويه فيها حركه وفيها اكشن. هذا انتم ما تاخذون الثالث، البطولات اللي حققوها للحين ما شاء الله عليهم. وهذا الفريق النسائي ما شاء الله توهم حاصلين على المركز الاول. فهي قاعده تقول له ما شاء الله ما شاء الله، بطوله هيئه كروس فيت للنساء، يبي المركز الاول، لكن هم بعد سعاده الفريق يبي اقوى ويبي انجازات اكثر. لك العافيه. يا سلام يا سلام. الحلو فيه انه يكلمهم بدون ورقه، ارتجال يعني، وحتى لو يعطونه ورقه يحطها بمخباته ويقول الكلام من عنده، وهذا احلى، ومن القلب للقلب. الله يوفقهم ما شاء الله. في عندهم هني قسم مثل ما تشوفون هني حق الشكاوي وانجاز معاملات المقيمين، وحاطين مثل ممشى حق السباق ستارت، وانت اللي رايح هناك وهو بدايه العمل، بعدين كل واحد يروح مكتبه. الحلو فيهم هني ان الموضوع حبي، وكل زاويه فيها اكشن، كل زاويه فيها ناس تشتغل غير، وترتيب ونظام ما شاء الله، وما في واحد ضايق خلقه، الكل سعيد. نحن نداوم 24 ساعه 24 ساعه 24 ساعه انجاز معهم. عطل اجازات ابو احمد ماكو، كل من ياخذ اجازته، لكن لابد ان يكون حد موجود على الدوام ويداوم، سواء عن بعد نعم، او حتى عندهم الدوام المرن. نعم. متى ما تشوف نفسها تبى تداوم الصبح تعدد مع المسؤول او المسؤوله اللي عندها. نعم. وتقول له يا سلام انا بكره بداوم هذا الاسبوع من 9 الصبح. الله تجي 9 الصبح. يا سلام يا ابو احمد. عندها ظروف اشد، بتداوم من البيت، تداوم من البيت، وكله طبعا مراقب ومتابع و واحصائيات وكل شيء. في شغلتين لاحظتهم ابو احمد، المكاتب زجاجيه وما في باب مسكر. الحمد لله رب العالمين. اي والله، يعني كل بيبان الموظفين ما شاء الله هم الشباب مفتوحه ما شاء الله، يعني وكل شيء مفتوح وكل شيء زجاجي، ماكو شيء مسكر يعني. هذا ابو احمد انا اشوف الاستاذ كنا حديقه. حديقه ها؟ والله قول ما شاء الله ما شاء الله ما نحسدكم يا ابو احمد، ما نحسدكم، بس اتوقع هذه حتى نفسيا تاثر بالموظف. لا نفسيا يلسني الله يبارك فيك. تتحرك هذه؟ يلس في النص. لا لا لا، طالع بالنص، شوف النص. اي بالنص بالنص طالع. يبيني نومه. ايوه اخنا
الله الله بخير. هلا فيك. هلا مرحبا. بس حمل اطير عنك طياره. احمد شوف لنا وظيفه هني عندكم يا معوض. لا اله الا الله. اي والله مدير صغير كذي. ايوه مكان مريم. لا مريم ما نقدر. وقبل لا يعني قبل لا نمشي فاجأوني انهم اصدروا لي بطاقة السعادة الفي اي بي للعروض والخصومات، وهذا الشيء وايد اسعدني. جزاكم الله خير وتشريف للأمانة. عشت ابو احمد انت جبت لي منشن مكتوب قمة السعادة في اسعاد الاخرين، هذه من اقوال الشيخ محمد بن راشد. نعم الله يسلم. يا سلام الله يحفظه ان شاء الله ويسعدنا. اوه هذه بطاقة. هذه طال عمرك. تعالوا يا سعادة. تعالوا. سعادة وين؟ مريم قدموا هديتكم. وتخيلوا يا جماعة وانا امشي مع سعادة المدير العام الفريق محمد احمد المري سألته انت وين مكتبك؟ قال لي يا طلال أنا هذا مكتبي، وأشر على مكان بين الموظفين. يا جماعة سمعت إن أبو أحمد ما عنده مكتب، اللي يبي يلقى أبو أحمد وين يلقى أبو أحمد؟ نحن طال عمرك في كل مكان مكاتب. قالوا لي الله يبارك. قالوا لي أبو أحمد إذا نبي نلقاه هني بهالأماكن هذه. الله يبارك. أما مكتب ومواعيد ودنيا ما نحصله. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. يلقونه بهالمكان هذا ويتمشى كل يوم، واللي عنده مشكلة عنده شكوى عنده شغلة يلقى ابو احمد ساعات فجاه بين المكاتب. انا مشي اشوف هني بطولات بادل وكؤوس وفي شغله العاده المتعارف عليه لما يدش المسؤول مكان الموظف يرجف، هني يبتسمون. والله يبتسمون. شنو السر يا ابو احمد؟ نيتهم طيبه. طبعا هم نيتهم طيبه. والله انت طيب يا ابو احمد. يا جماعه شفتوا دائره حكوميه او عسكريه داخل الدوام حاطين لهم مصبغه صغيره؟ شيء ما يخطر على البال ترى، لكن حاطين لهم مصبغة. واحنا الحين رايحين الكول سنتر، واللي لاحظته من المكان وين ما تمشي يعني الكل مستانس، الكل سعيد، الكل له خاطر يشتغل، ما تحس احد جاي المكان غصب. طبعا هذه خدمة امر عندهم، مو بس اتصال، ركز، فيديو كول مع العسكري يقول مشكلته يشرحها كاملة، واسم الرقم 1111500 ولا العكس 8050111 واسم الخدمة آمر. ما شاء الله عليهم، يعني صراحة أتعبوا من بعدهم للأمانة. ما شاء الله يعطيك العافية أنيسة. أنا أشوف بالإمارات يعني يحبون المؤشرات، وهذا ترى يعطيك يعني إذا كان في مشكلة يبين عندك. قول يا أنيسة هذه شنو المؤشرات؟ هاي المؤشرات هني. نعم الفيديو كول. نعم نعم. كم مكالمة اليوم استلموا فيديو كول؟ 252 اليوم بس. اليوم ما شاء الله. الحين ما شاء الله. سلوى كومبلين يسمونك عدل. سلوى انت غريبة قلتي احنا ندور المشاكل، وضحي لي ايش قصدك؟ احنا حاليا ندور شكاوي على اساس نحسن ونطور من الملاحظات اللي وصلنا. نعم فتدورون المشاكل عشان تحلونها. طبعا يا سلام. من 2007 كان طبعا في شكاوى وايد كثيره بس. نعم. الحمد لله الحين مع مرور الوقت على التحسينات اللي صارت قلت الشكاوى، بالعكس الحين احنا نتمنى نحصل. تبون شكوى؟ اذا تبى تحل اي مشكله نعم لا تحلها خلف الجدران ها او خلف المكتب او بالله. خلف كرسي لا طال عمرك لازم تحلها وجها لوجه. يا سلام. مع صاحب العلاقه مين ما كان. نحن اليوم نخدم الانسان اللي عايش في دوله الامارات. يا سلام. سواء مواطن سواء مقيم سواء زائر سواء مين ما كان. يا سلام. وانا اذا ما استمعت لا تؤمن بالرساله اللي توصلك. نعم لابد انك تسمعها باذنك من صاحب العلاقه. الله عليك. الله. انا اشوف هناك في كلمه مكتوب ورثنا الطاقه الايجابيه من زايد وراشد لقهر التحديات. نادي الوصل حسن ابراهيم. لا الله بالخير يعطيك العافيه. هني انسان ثاني شغل غير، يعني وقت الشغل شغل وقت الكره كره. الحبيب ابو احمد يعطيه العافيه وخر هذه عشان يبين تعمل 24 ساعة مثل الخطوط الجوية، وركز على هالجملة بالتحديد عشان كذي وخر النبتة هذه. ما شاء الله. أبو أحمد لاحظت شغلة إنه ما في موظف تحس إنه جاي مغصوب، كلهم يبتسمون ما شاء الله. ها؟ الحمد لله نعمة من الله. طال عمرك الإنسان تغيير فكرة صعب. نعم. ولكن تغيير المكان بالديكور سهل. الله. إنك تعمل على تغيير فكر الإنسان وتجعل منه يعني
تلقائيا نشيط ومتحفز نعم. وحابب المكان وحابب نعم. العمل هذه طبعا لله اولا لله سبحانه وتعالى نعم ومن ثم فضل ريادتنا الحكيمة رشيدة اللي تدعمنا دائما وابدا وتوجهنا وتنصحنا فيكم البركة والله انت والسعادة النواب يعطيكم العافية يعني يعطيهم العافية هذه القيادة الكاملة اللي طالع عشان توريني إنجاز يعني يعجز الإنسان عن, عن, عن الوصف ما شاء الله عليهم الله يبارك لهم إن شاء الله ومن نجاح إلى نجاح ومو بس كذي أحرصوا أنهم يوصلوني للمطار بل لباب الطيارة حتى بالمطار ما خلوني الموظف الخاص قال لي إحنا عندنا أوامر نوصلك لباب الطيارة يعطيهم العافية وما قصروا ويا بختكم على هالدائرة اللي تفرح القلب الأمانة إلى الكويت والحين عندنا الرائد عبد الله خورشيد مدير جوازات مبنى 2 في المطار بس انت داش طيب بالجواز صح؟ جواز يس أوكي. الحين بوابة الذكية وهو العادة يكون منك زين طبعا هذه أكيد أسرع نعم عدل بوابة أسرع وأسهل نعم وما يحتاج يشوف أي موظف نعم أمورك طيبة ما شاء الله يلا نجرب البوابة الذكية بسم الله وهذه البوابة الذكية شكرا جزيلا يقول لك ساعات تعرف وجهك فخلنا نشوف والله كأنها عرفت وجهي ايه شوف قاعد يدور 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 طلال البحيري من غير لا احط جواز ولا احط بوردنج ابد يبي منك نظرة بس يعطيهم العافية مدير مراقبة الجوازات المبنى 2 عبد الله المطوع عبد الله انا بس مشيت وشافتني الكاميرا وبطلت البوابة شنو هذا الخدمة؟ هاي طول لي بعمرك يسمونها خدمة السيملس سيملس اي نعم ما حطيت جواز ولا بوردنج لا تحط جواز نعم ولا تحط بوردنج يا سلام اي شيء يا سلام يا سلام مجرد ما توصل البوابة تشوف الكاميرا نعم وتتعرف على طول على شخصيته طبعا هذا اختصار للوقت اكيد طبعا وراح للموظفين الموجودين هنا يعطيهم العافيه ما قصروا الربع ويعني اوفوا بالوعد ووصلونا لباب الطياره الله يجزاهم خير ومن انجاز لانجاز ولما انا اصور انجاز اماراتي يشهد الله ما احس الا انه كويتي موفقين من هالاعلى ان شاء الله وبالختام ما في اجمل من اني اختم هذا الفيديو الجميل بمقوله من اقوال الشيخ زايد الله يرحمه ان شاء الله لما قالوا له بيوم من الأيام أنه يا طويل العمر 85% من شعبك وافدين قال لهم يا جماعة الرزق رزق الله والمال مال الله والفضل فضل الله والأرض أرض الله واللي يجينا حياه الله من أقوال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه نحن باغون هنا نحن باغون هنا هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا نحن باغون هنا نحن باغون هنا ومن القلب إلى القلب إلى القلب لنا نحن باغون هنا نحن باغون هنا هذه الأرض